مشاهدينا اهلا وسهلا بكم معنا في قناه سميره تي في في حصه حلويات المرجان. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه اللي هي القطايف لكن بطريقه جديده. تفضلوا معايا نشوفوا مقادير تاوعنا وكيفيه تحضير هذه القطايف. مشاهدينا القطايف تاعنا اليوم نحتاجو هاد القطايف النوع اللي يكون متوفر في الاسواق اللي هو الكنافه، يكون رقاق. قلت لكم ديجا بلي القطايف تاعنا اليوم نديروهم طريقه جديده، حيجونا كروسيان ماشي كيما اللي متعودين عليهم تاع زمان. ناخذ كميه تاع القطايف هكذا، نجيب السمن تاعي نحتاجو، نديرو كميه تاع سمن الدوب، نديرو هاد الكميه. انا ما كفاتناش نستعملو باسكو يشربو لنا السمن. الكنافه تاعنا نديرو لها لافاني، نكو هكا لافاني، نحتاجو هنايا المزهر. هاد القطايف تاعي نقدروا نحكموا لو باكي نقطعوه هكذايا كيما راكو تشوفوا، ولا كانت عندنا ان كونتيتي كبيره نقدروا نجوزوه نرحيوه ليجيرمون، ما نرحوهش بزاف، نرحوه غير شويه. نجيب السمن ندير هكذايا، نبلوهم مليح بالسمن باش يجونا مبسين. كيما قلت لكم هاد القطايف شغل طريقه جديده باسكو يجونا يجونا مقرمشين، ماشي القطايف اللي يجو مشربين ويجو رقاق هكذا. نزيد هكذا نبلهم بشويه مزهر، ما نكتروش لافاني، نخلوهم هنا. نجيب لو بون اللي حنستعملو، كيما شفتوا معايا في طاولة التقديم انا كنت درت الخبزة تاع القطايف اللي كانت بالحجم الكبير، نقدروا نديروها حجم كيما نقولوا عائلي ولا كبير، نقدروا نستعملوهم ثاني انديفيديوال بهذه الطريقة. انا نوريكم طريقة كيفاش ديروها. لو مول تاعي انا استعملت هاد لو مول، نجيب ان بانسو باش ندهنو، هكذا هما هاد القطايف تاوعنا يحبوا السمن، يطيبوا في السمن، هو اللي حيعطينا هذاك لو كروسيان كي ناكلوهم. ندهنوا هكذا نمول مليح، وهادو هما بنفس الشيء هكا نعمروهم بالمول بالسمن، عفوا نعمرو المول تاعنا بالسمن. هنايا ناخذ ان ريسيبيون ندير لا فارس تاعي فيه اللي هي اللوز، هنا نديرو كيلة بكيلة، واللي يحب يكون الذوق تاع الجوز ولا نقدروا نستعملوا اي مكسرات يكون متوفرين هكذا. نجيبو السكر نحتاجو، هنايا اكيد الكيله تاع السكر تكون دائما ناقصه، نديروها هكذا. هنايا لافارس تاعي ما نسحقهاش نعجنوها ولا نخلوها كيما نديرو لافارس تاع البقلاوه ولا هكذا، محربشه ندير لها غير شويه مزهر هكذا بهذه الطريقه هكذا لافارس تاعنا.
ناخذ القطايف بطريقه هكذا. بسم الله ناخذ القطايف تاعنا نحلوهم كامل في المول، نديرو اون كوش هكذا بهذه الطريقه ونسيي اون تابوت هكذا بيان باش الخبزه تاعنا في لافينيسيون تجينا شابه هكذايا. فوالا بعد ناخذ لافارس ونديروها هكذا. ما فيهاش مقادير مضبوطه الوصفه، حنا الحاجه المهمه اكيد انه القطايف تاعنا يكونوا بيان، السمن يكون معمرين باش يجونا مقرمشين. عندنا فيها غير لي زاستوس هذا ما كان هكذا، ونزيد بنفس الطريقه القطايف من الفوق. هنا ما كفاتش لا كونتيتي الكميه تاعي، نزيدو ناخذ شويه قطايف بنفس الطريقه. ندخلوا سمن مليح، نزيدوا لافاني تانيت. قلت لكم في الوصفه تاعنا عندنا القطايف لافاني والسمن وشويه ما زهر باش نكهوهم مليح. هكذا نزيد ناخذ لا كونتيتي من الفوق ونغطوا كامل لا سيرفاس تاع اون بو دير لا طاغ تاع قطايف ولا خبزه القطايف تاعنا. ما نخلوهاش هكذايا، نديروها ونخلوها، لازم نعبزو هكذا اون تابوت بيان، نعطولها لا فورم باش كي نحوها من المول بعد ما طيب ونعسلوها كيما شفتوا في طاوله التقديم معانا تجينا شابه. دوك نعاودو نولولها، نزيد هذه الحبه نوريكم برك الطريقه كيفاش نعملوها. ناخذ المول انديفيديوال، نديرو شويه قطايف هنا، نحرسو برك نديرو الكميه مليحه تاع القطايف باسكو لو كان نديروها رقيقه ونديرو لها اللوز كي نعبزوها ولا نطابوت الحبه تاعنا اللوز يخرج ويتحرق لنا. تسمى هكا نعمرو هنا القطايف بيان. ناخذ كميه صغيره تاع اللوز ولا اي حشو يكون متوفر عندكم ولا تفضلوه. اكيد حنا نعطي لكم الوصفه كيما نوجدوها وانتوما هكا باش ما نفسدوش نكملوا القطايف تاعنا ما يضروناش. دوك نعاود نولي لهم، نحو هاد لي ريسيبيون تاعنا. هكذا دوك نعاودو نولو نديرو السمن كامل في لا سيرفاس. ما نقولوش باللي السمن بزاف ولا باسكو هاد القطايف يشربوا السمن يطيبوا بهم، وكي نكونوا نخدموا اكيد بالمواد عفوا اللي البرودوي اللي نخدموا بهم نعرفوا باش نخدموا ما نخافوهاش. كيما نعرفوا كي تكون عندنا وصفه مليحه اكيد تعاوننا، لكن تن لي زانغريديون اللي نخدموا بهم تانيت كي يكونوا دو بون كاليتي يعاونوا تاني في الذوق ولا تاع الوصفه تاعنا. الوغ في لي انديفيديوال اون في كوم سا هكذا بهذه الطريقه الحبه تاعي، وهذه نعاود لها بنفس الطريقه. هكذا يعني وصفه سهله وطريقه التحضير تاعي تاعها وتوان مناسبتنا ولا السهرات ديالنا حاجه جديده.
مشاهدينا كما شفتوا القطايف تاعي طريقه كيفاش وجدتهم، والمقادير كانوا مقادير بسيطه يعني من طريقه سهله. نخلوهم حنايا هكذايا كي نوجدوا كي تعاودوهم نتوما كسوسوا في الانديفيديوال ولا هكذا خبزه ليمون اللي يكونوا متوفرين عندكم، نخلوهم يريحوا شويه واحد نص ساعه ولا ساعه على الاقل يريحوا بيان. ندخلوهم على فرن يكون 180 درجه يطيبوا لنا، ياخذوا لنا اللون يعني يكون شباب هكذا دوغي ويطيبوا بيان باش ما يقعدوش لداخل المعجنين. نعسلوهم مليح ونزينوهم بالطريقه اللي حبينا. انا كما شفتوا معايا في طاوله التقديم هذه الكبيره عسلتها وزينتها بالمكسرات اللي كانوا متوفرين عندي، والحاجه الجديده اللي درناها دخلنا لها الشوكولاته ختيني. دوك نشوفوا كيفاش هادو ما حبات واجدين عندنا، هي اللي حتعطينا ذوق جديد، شغل ميلونج بين سمن وعسل حاجه تراديسيونيل تاع زمان البنه تاعها، ودخلنا لها ديك شوكولاته ختيني صدقوني تعطي ذوق رائع. هذه نخليها هنايا تريح، نحوهم حنا ومن بعد نكملوا كامل الحبات تاعنا. انا عندي هنايا خليت زوج حبيبات واجدين باش نوريكم الطريقه كيفاش هاهم ديك القطايف تاعي كيفاش طابولي. كي كنت نقول لكم قبيله اون تابوت بيان فلومول على هاديه باش كي نخرجوا الحبه تاعنا تجينا بيان هكذايا فيني. هاهم ليك هنايا انا هادو ما راهم معسلين عندي، حنا كي نخرجوهم من الفوق يكونوا سخونين، نحطوهم في حاجه هكذايا واسعه ونعمروهم نغطسوهم في العسل كيما نقولوا يشربوا مليح العسل تاعنا. اكيد نحرصوا على الماده تاع العسل اللي نخدموها ما تكونش ثقيله، تكون في الويد هكذايا خفيفه باش يتعسلونا مليح ويقعدوا خفاف. انا الطريقه اللي نزين بها نجيب اون بوش هنايا، نجيبوا شوكولا ناخذوا هكذا اون كونتيتي هنا كيما قلت لكم كي تعسلتهم وقطرتهم. حنا كيما على بالكم هنا في الاستوديو ماذا بينا ما نطولوش عليكم، تكون الحلقه خفيفه، المهم تدوا المقادير والوصفه وكيفيه التحضير. نديروا غير زوج حبات باش نشوفوا كيفاش. ناخذ شوكولا تاع تختيني هكذا، هاد الشوكولا هي حد تزيد تعطي لها ذوق رائع باسكو شغل حاجه جديده كي ناكلوها. والفنا شوكولا غير في لي غاتو ولا، مي هادي مع العسل مع داك الجوز واللوز لداخل والبنه تاع القطايف تعطينا ذوق جديد، حنا نحبوا حاجه جديده. فوالا هكذا الشكل اللي جاي شابه وفي الذوق بنينه. فوالا انا هنا خيرت هاد الديكور سامبل، هادو ما حبات نوازات محمصين كما نعرفوا في الديكور اكيد لازم اي مكسرات نديروهم يكونوا محمصين باش يمدوا لافاليغ تاعهم في الذوق. درت لهم شويه ناكري برك لمسه، نحطوها هكذا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. انا ما بقى لي غير نقول لكم مشاهدينا ان شاء الله الوصفه تاعي تاع نهار اليوم عجبتكم، تكونوا دونتوا المقادير ونتمنى انه تعاودوها ان شاء الله. نقول لكم في حصه قادمه ان شاء الله مع حلويات المرجان.